احنا جدنا الحلواني الكبير هو اللي نشا البلد دي، وانت لما هيجي دورك هتعمل المطلوب منك. انشاء قنال يوصل بين بحر ابيض وبحر احمر. اذا كنا عايزين نعمل قناه ما نعملها احنا. ده اكبر مشروع في العالم. ده مشروع كبير ومش هنقدر عليه. هي بلدنا ولا بلدهم؟ اوروبا عايزه تخطف مصر. انا عاوز القنال تكون لمصر، مش مصر تبقى للقنال. القنصل بيحتاج. دي مجرد البدايه. استر يا رب. معلم معلم، وهنشارك في احتفالات القنال. مصر دي يا اسماعيل لازم تبقى اعظم بلد في الدنيا. بس احنا كافراد قدامنا التزام، لازم نعمل حاجه. لازم. بوابه الحلواني الجزء الاول بدءا من الاربعاء 17 يوليو على قناة مصر الأولى.